بصراحة الكل قلنا احنا نتمنى الكاس انه ياخذ الكاس الجلالة الملك، طبعا طموح كبيرة. يعني صعب ان مدربين يبشون عن اسرارهم او تكتيكات الفريق، خاصة يعني نحترم احنا كابتن عارف، يمكن واتكلم عن نقاط امورهم شنو امور نادي الحد، لكن انا اقول لك احنا امورنا ان شاء الله طيبة، فريق شاب، فريق طموح، يعني يبي يوصل يستلم، يبي لامس الكاس، وان شاء الله مثل ما قال لك محمد صقر والكاس كاسي. الشاطر طبعا اللي يعرف نقاط الضعف عند الفريق خاصة في الشوط الثاني، اللعب صعب يكون مفتوح، انا بالنسبة لرايي صعب يكون مفتوح من اول دقائق. طبعا جسنا لازم اول ربع ساعة، انتم اعلاميين تعرفون ذي الامور، اول ربع ساعة وهذه اخطر امور تصير فيها في الربع ساعة، إذا يهدف في الكاس شوية صعب، وعندك الربع ساعة الأخيرية اللي بتكون الشوط الثاني. وهنا إذا ما نتكلم يعني عن طموحنا، والله نبي الكاس، والله ذي كل من يبي الكاس، بس الشيء هنا كاتمينه، هاي شيء واحد. والشيء الثاني هنا نحترم قوانين النادي اللي عندنا هنا، يعني إعلاميا في المختصين بالإعلام هم اللي يتكلمون في الجرائد، يعني هاي هنا كان الهدف منه احترام قوانين النادي، لائحة النادي. ثاني شيء يعني الكاس ما حد يعلم من بياخذه هنا، والله ما يعني اعتقد ال 11 لاعب اللي بيلعبون اللي بيبذل المجهود، وهنا انا واحد يعني من الناس مؤمن انه منتظر الصافرة النهائية حق المباراة. كل شيء واحد انا بقول لك شيء، يعني هنا بالنسبة لنا كمدربين مساعدين، وهنا عشنا ذي الوضع، واعتقد ان انا من الناس اللي افتخر بخليفة الزياني دربني، وافتخر ان سلمان شريدة دربني، واعتقد هم المدربين الاوائل في البحرين، وهم عندهم الخبرات الكافية في البحرين، واعتقد انهم رقم واحد في البحرين كمدربين، ان كانوا من ضمن الاجانب. والله انا رايي الشخصي طبعا، يعني اول شيء احنا كلاعبين امنيات كل لاعب يحقق البطولة، يعني بطولة غالية علينا والله مهما كان، يعني انت بتلعب الدوري، بتلعب بطولات خارجية، بتلعب اي مسابقة خارجية، بالعكس البطولة هاي بطولة كأس جلالة الملك، هاي بالنسبة لنا احنا كلاعبين بطولة غالية علينا، والكل يتمنى انه ياخذها. انا نفس ما قلت لك، يعني اذا انت ما بتاخذها الحمد لله، الحمد لله انه توصل نهائي، تشرف انه بتقابل جلالة الملك. اول شيء بالعكس وجهة نظر شارع البحريني الحين الكل يقول لك الحد أقرب للبطولة، بالعكس أنا يعني كلاعب أنا بعد أقول حد فريق عود مهما كان، فريق كبير، فريق منظم، بس مو بشرط أن الفريق نفس ما قلت لك فريق الخبرة وفريق يتفوق على الفريق الشباب، فريق الحماس. والله في البداية هالعمل اللي نقوم فيه مو بسنة سنتين، بالعكس هاي من 4-5 إلى 6 سنين بقيادة رئيس النادي أحمد مسلم، اللي تمنى أن نهدي له هالبطولة اللي هو اللي وقف مع النادي في كل الأمور. وهالعمل اللي قام به من 4 إلى 5 سنوات، كنا يمكن في السنوات السابقة نوصل، لكن تنقصنا شوي الخبرة في بعض المباريات، لكن الحمد لله يمكن الحين هالفترة فترتنا، وإن شاء الله نحاول قد ما نقدر ناخذ كل بطولة قادرين عليها إن شاء الله. كرة القدم نفس ما تقول ما توقف على شخص، مدرب يروح مدرب بي، رئيس نادي تغير، إدارة تغير، لاعبين نفسهم تغيرون، لكن احنا نفس ما قلت لك أنا نفس اللي نرد له الشكر، يعني مو انه مثلا يسبب ضغط او يسبب مشاكل، لا بالعكس نفس ما قلت لك انه راح ان شاء الله نهدي له كشكر، مو انه مثلا عشان يتم نفس ما تقول لنا سنوات اكثر او شيء، لا بالعكس، يعني كل شخص عنده ظروفه وعنده عوامل عشان يتم او انه يطلع.